كابتن رمضان، حضرتك كنت بتكلمني على ان في يعني لابد ان كان يستعين بمهاجمين، كان يغير طريقة اللعب، كان يشتغل او يدور، هو ما بيدورش. وكابتن شريف كان برضو بيقول في نفس الاتجاه، هو ما بيدورش غير كان على المدافعين بس، بص لدرجة ان هو جاب واحد من البيت يعني من كتر ما بيدور على المدافعين. يعني انا اقول لك حاجة بس تعقيب بس على موضوع رام ربيع. حقيقة يعني انا لو قلت مثلا ان هو ما يعرفش، فين الجهاز المعاون؟ ما هو الجهاز المعاون هو اللي رشح له رامي طيب ربيعة. ده هقول لك حاجة. طب اختيار رامي ربيعة مش ان هو يبدأ المباراة، اختياره وهو 8 ايام راحة سلبية دي جريمة. يبقى اللي اختاره لازم يطلع يتكلم. انا النهارده قبل ما نخش وائل جمعه قدم استقالته. مين اللي اختار رامي ربيعه او مين اللي رشحه لكروش؟ اللي رشحه لكروش لازم يقدم استقاله هو كمان. انا ازاي انا بجيب واحد من بيتهم 8 ايام راحه سلبيه وبعدين كمان مش بحطه معايا مثلا على الدكه؟ ده انا ببدا بيه. ومعنى انك بتبدا بيه، معنى الترشيح كان كده، ان انا هنجيب رامي ربيع عشان هو متفاهم مع ياسر ابراهيم وهيقدروا يقفلوا الحته دي. انا عايز اسالك سؤال. الكره دي مش كده خالص. عايز اسالك سؤال، انت راجل مدير فني كبير وانا جيت مساعد ليك وقلت لك خد رامي ربيعه وسالتني وعرفت انه قاعد 8 ايام في البيت، تجيبه؟ لا يمكن. انا بقول لك لا، ده انت ممكن تجيبه ما تجيبوش وتمشيني. انا بقول بالظبط كده. تقول لي انت بتغرقني. انت عارف اقول لك ايه؟ تقول لي انت بتغرقني. هقول لك انت بتهرج. يعني لو كده هتوصل لكده، هقول لك انت بتهرج. ازاي واحد اولا ما بيشاركش مع النادي الاهلي بقاله فتره، والحاجه الثانيه 8 ايام دولت وجايبه تلعبه والسنغال. كان يبدا بمين يا كابتن؟ ها؟ كان يبدا بمين؟ ما في بقى اللي جايبهم. ما هو اخر حاجه ما هو لعب مين؟ لعب ايمن اشرف. طب ما ايمن اشرف قفلها له عادي، ما كانش فيه مشكلة. علي جبر في الكرات العالية هو مكون انطباع عن ايمن اشرف انه متهور شوية. ماشي بس ما انت يعني واحد متهور ولا لعب واحد بقاله فترة كبيرة جدا ما اتمرنش ازاي؟ يعني ففقد يعني تغيير كده. طبعا فاحنا بنتكلم بقى على الحاجات الاساسية. انت بتتكلم امبارح مثلا تغيير زيزو وامام عاشور. انا في رأيي احنا بقالنا قد ايه بنقول له زيزو لازم يبدا وامام عاشور لازم يبدا. على فكره انا هنا برضك معاك، قلت لك امام عاشور لازم يلعب ديفندر من الديفندرات لان كورته كويسه. انت امبارح الفتره اللي شارك فيها امام عاشور انا في رايي افضل لعيب كوره في منتخب مصر. فتره قليله جدا لكن ايه الثقه واستلام والضغط والقوه والتمرير والحاجات الطويله اللي كان بيعملها، ولعيب يعني تبني عليه فرقه. ايوه امام عاشور تبني عليه فرقه بالمستوى اللي قدمه حقيقه. وقعدنا نقول كده كتير قوي برضو احنا مصممين على التلاته، ان احنا اولا ما تعرفش تعمل استحواذ بالتلاته دول. صعب جدا انك تعمل مع اي فرقه. هم كابتن بيلعبوك باتنين وهم اللي واخدين المستحواذ. مش هقول لك السنغال. مع اي فرقه الكوره هتعرف تعمل استحواذ بالتلاته دول؟ لا صعب. امبارح زي ما قلت لك امام عاشور وهو بيلعب باك رايت اولا قفل الحته دي بشكل كويس قوي، وفي نفس الوقت كمان ده كان الالتحامات اللي فيها قوه كان بياخدها من منيب بشكل يعني حاجه جميله الحقيقه امام عاشور. وفي نفس الوقت لا ده كمان بيضرب لك ارض بالكوره وبيضرب لك ارض بالتمريره الطويله. عنده حاجات كتير جدا. زيزو اللي قاعدين نتحايل على الراجل ده، يا عم لاعب الراجل دوت اما نزل حرك الفرقه. طبعا يعني احنا اخطر فرصتين جت مره واحده بس اللي نزل حرك الفرقه يا كابتن. على طول كل ما بينزل كل ما بينزل حرك الفرقه وبرده ما الفرصتين اللي جولنا. طب ما جايز هو مش عايز احمد رفعت. ايه رايك في احمد رفعت؟ خده وقلنا ده اكتشاف. الفرصتين اللي جولنا وبعدين ما خدوش من زيزو. الفرصتين اللي جالنا واحده بدماغه ما خدوش تاني، كان عشان حصل مشكله في البطوله العربيه. من احمد ده موضوع تاني. اذا كان ده يبقى عنده حق. حاجه انضباطيه. انا اتفق معاه. يعني كان عايز يلعب وبعدين هو ما في احد المباريات في البطوله العربيه وبعدين عمل مشكله زي طارق حامد يعني. وعمل مشكله لما جاب جول بس. ثم بعد ما جاب الجول قام رايح وقام مشاور فخد قرار ان ما ياخدوش تاني. برضو في حاجه اسلام برضو في التدريب. يعني انا مفروض كمدير فني انا ما عملش اي لعيب معايا ان هو ندي ليا. هو لعيب مثلا هقول لك حاجه زي مثلا بتتكلم على احمد رفعت عمل خطا
طب ما هو في عقوبه، في عقوبه ان انا اعمل له عقوبه ماليه. لكن انا اجي النهارده ما عاقبش الفرقه. زي مثلا هقول لك حاجه، مثلا كهربا، مثلا كهربا في النادي الاهلي مثلا عمل مشكله، العقوبه بتاعته ان هو يمشي بره النادي، ولا العقوبه بتاعته يبقى في عقوبه ماليه؟ يا جماعه ما فيش حاجه، ما لازم المدرب ما يبقاش بيعامل اللعيبه بتاعته ان هم ندي ليه. اختياراته كلها يا كابتن كلها بتدور على مين يقدر يدافع. حتى لما جه يختار مهاجم، اختار مهاجم اللي هو بيدافع كويس عشان يقدر ينزل له يدافع في نص الملعب، وهو وظفه كده. الرد بقى على عشان بس ما نضللش الناس اللي بتتفرج يا كابتن اسلام والجمهور بتاعنا اللي ايه، اي واحد بيطلع في الاعلام يقول لك ايه ده راجل ناجح، ده لعب 20 مباراه، واحده وديه وستة تصفيات كاس عالم وستة كاس عرب وسبع امم، اتغلب 5 ماتشات وتعادل 2 وكسب 13 ماتش. فنفسه لك يا كسب 13 ماتش ده ممتاز.